الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم، والصلاة والسلام على خير ولد عمناه الذي لم يحاربه في علمه انس ولا جان، وعلى صحابته غر الميمان وآل بيته الطاهرين وأمهات المؤمنين أجمعين، مدير فاضل، معلمي ومعلماتي المحترمين، زملائي وزميلاتي الطلبة والطالبات. أسعد الله صباحكم في هذا اليوم المميز 13/3/2017. أما بعد، إلا التي لا أستطيع أن أكتب لها أكثر من عدة قطرات مياه بحر الأرض جميعها، إلى الحنون دائما، إلى شمسي وقمري، إلى أغلى كواكب الدنيا، إلى منارة دربي كل أيام السنة، إلى بهجة الفصول الأربعة، إلى نوارة الأمومة، هي تلك المشاعر الإنسانية الفياضة التي تستطيع أن تسمو بنا حب الذات. فنتمنى للبشر أفضل مما تتمناه لنفسها، وتغدق عليه الحب والحنان لتكون له عونا على مواجهة الصعاب، فلا تبخل عليه بعطاء ولا برعاية لتساعده على صعود سلم المجد، فإذا ما وصلته النجاح شعرت بحبها لقلبها الطيب. لقد أولى القرآن الكريم بالأم رعاية خاصة، والآن مع القرآن الكريم والطالبة إسراء كمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وظيفة الأم ليست كغيرها من الوظائف التي تتطلب تقديم الإثباتات من الشهادات والخبرات، فهي إنسانة مؤهلة لاستلام مهام الوظيفة. تبقى الآن مع الحديث النبوي الشريف والطالبة من قال ثم من قال أم قال ثم من قال أم قال ثم من قال أبوك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفض أمك قبل أن تحكم عليه. لأمك حق لو علمت كبير كثير يا هذا لديك يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من قواها أنه منذ قبري، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة. فكم غمض منها الأمل يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، ومن ثديها شرب لديك تمير. والآن مع قصيدة عن الأم والطالبة شذى حسان. أمي يا حبا أهواه، يا قلبا أعشق دنياه، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شذاه، أنت الإخلاص ومعناه، فبماذا أحيا لولاه؟ ماذا أتذكر يا أمي؟ لا يوجد شيء أنساه، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتاه. كم ليلة سهرت في مرض تبكي وتنادي رباه، طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة دنياه. دميني حبا دميني، دميني واسقيني حبا، ودعيني 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 أحلم أماه. والآن مع الحكمة والطالبة سماء إيهاب. حكمة اليوم: إذا أردت أن تضاع فأمر بما يستطاع. الله
والإلماء أغنية عن الأم والطالبة سهيلة عبد العليم. بعد الحب دائي اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب دائي اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه، بعد الحب دائي اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب دائي اللي تدي حنان كده من غير حساب نبوس التراب اللي ماشي عليه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها تأخرها في دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حب من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها تأخرها في دمي وعايش بيه. اللي طيبة قلبها فوق الحياة، أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال، أعمل لها تمثال اللي طيبة قلبها فوق الحياة، أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها دام خيرها في دمي وعايش بيه. والآن مع نشيد الطالب لجين شريف. أنت الأمان أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تسفر الآمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان، أنت الأمان أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان، من عطائك تخجلين أبدا لن تندمين. يا شمعة دربي يا بلسم الزمان، أمي أمي أمي، نبض قلبك نبع الحنان. والآن مع دعاء والطالبة جوديا. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. والآن مع الأخبار والأستاذ مدى. إنهاء مشروعات النقل في أسرع وقت، الرئيس تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري. إسماعيلي يشدد على أحكام الرقابة في تداول القمح المحلي. 11 شركة تركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر. المكتب الفرنسي يطلب تصوير أجزاء معينة من سد النهر. إغلاق 34 شركة بسبب رحلات وهمية للحج والعمرة. وصعد ثورة الغضب الأوروبية ضد الدعاية لدستور أردوغان. عبد الغفار خارطة موحدة للبحث العلمي في مصر. القضاء الإداري يحل اتحاد الكرة.
الاهلي يطير الى جنوب افريقيا فجر الخميس استعدادا لمواجهه الاياب امام بيتيس. البدري واجهنا فريق المنظمه وفرصتنا الكبيره في التاهل لدوري المجموعات وحمودي اضافه قويه. الاسماعيلي يبحث حالا لازمه رصف مليون دولار. ريال مدريد يسعى لضم هازارد في صفقه بديله. لدينا مصر والصومال في اقوى لقاءات التصفيات المنطقه الخامسه الافريقيه سيدات سهله بالقاهره. عبد الفتاح يهدد باستقالته وسته حكام يخرجون اداره مباراه الزمالك. لن تكفينا صدور وصفحات لنحصى وصف الأمم ما تستحقه من بر وتكريم، ولكن نقصدها في كلمة واحدة، النقاء والعطاء بكل صورة واضح في أمهاتنا، وكل عام أمهاتنا بألف ألف ألف خير. وكانت معكم الطالبة لجين الشريف تحت إشراف أسس اللغة العربية، وشكراً.